مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. طبعا كلنا منتابع اجتماع مجلس وزراء اليوم. مع كل مجلس وزراء طبعا في كثير قرارات وخصوصا تعيينات طبعا بتهم المواطنين اللبنانيين، ولكن كمان اليوم نحن كلنا عم نستعد لفصل دراسي 2019-2020. الحقيقه الكل عم بيثمن اللي صدر عن السيدة المطران بولس عبد الساتر مطران بيروت بموضوع مدارس الحكمة. طبعا هيدي مسؤولية كل المدارس، إنسانية المدارس، حتى ما نترك ولا ولد طبعا بدون مدرسة. بالبداية كمان معلومتنا شيء تربوي، معلومة مدد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب فترة التسجيل بالمدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2019-2020، وأعلن تأجيل بدء التدريس لصفوف الحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية في المدارس الرسمية، وذلك في قرار صدر اليوم. ويعني أنا ما رح أقرأ إن وزارة التربية والتعليم العالي بناء للمراسيم المعنية. المادة الأولى بتقول: تستمر إدارات المدارس والثانويات الرسمية بتسجيل التلامذة الوافدين إليها، وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الواقع في 10 تشرين الأول 2019. المادة الثانية: تعدل أحكام المذكرة 119 والمذكرة رقم 120 الصادرة بتاريخ 27/8/2019. يبدأ التدريس في صفوف الحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية بتاريخ 23 أيلول والباقي بدون تعديل. أما المادة الثالثة يعمل بهذا القرار فور صدوره. بعرف السنة في كتير طلاب راحوا على الثانويات الرسمية، وفي طلاب على المتوسطات كمان والتكميليات بسبب الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، ولكن في كتير ما عم بيلاقوا مطارح. يعني إجمالا بروح على ثانوية أو مدرسة رسمية بيختاروا تكون قريبة. اللي عم بيصير إنه في بعض إدارات المدارس عم تطلب العلامات، إذا علامات مهمة بيقبلوا إنه في محلات، إذا ما في بيتلكوا لا روحوا على المدرسة الثانية. أنا كمان بتمنى على وزير التربية ينعلن يعني وين أكثر الثانويات يلي هي بتقدر تستوعب أو المدارس، حتى هالأهل ما يصيروا رايحين من مدرسة لمدرسة مثل الواحد يلي عم يشحد التعليم، إنه إذا مدرسة رسمية أو ثانوية رسمية كان لازم يشحد المقعد. يعني هيدي شغلة مفروض كمان إنه تكون متوفرة لكل الطلاب، ويكون في معرفة أكثر أي ثانويات فيها تستوعب أكثر، أي ثانويات ما بتقدر تستوعب إطلاقاً إلى ما هنالك. متابعة بمتابعتنا رح أبدأ بموضوع نفق شكا، يلي كتير إجاني اتصالات على الهواء إنه لي معتم نهاراً قبل ليلاً، لأنه ليلاً ضوية السيارات تكفي الحاجة، ولكن بالنهار. وكمان كانوا عم يسألوني إنه هالانهيار اللي صدر بعد ما صار شي فيه. اللي عرفناه إنه محافظ الشمال قاضي رمزي نهرة أرسل كتاب لوزارة الأشغال العامة والنقل طلب فيه إصلاح الإنارة داخل نفق شكة في الاتجاهين حفاظاً على السلامة المرورية، كما طلب الإسراع في إصلاح الطريق الدولي عند نفق شقة الذي شهد انهيارات السنة الماضية، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين الذين يسلكون الأوتوستراد المذكور. نحن بنشكر سعادة المحافظ، يمكن تلقف هالشي من اتصالات الناس عنا وعنده كمان. بتمنى على وزارة الأشغال العامة ما تتأخر بهذا الموضوع، لأنه دايما بيقولوا أيلول شتي بطرفه مبلول، ولكن نبلش شمالا من الأسبوع الماضي، فهيك خلينا ناخذ كل الاحتياطات قبل الوقت. كمان بمتابعتنا بالنسبة لمعمل الزيت في نهر إبراهيم، نحن تواصلنا مع البلدية وعرفنا أنه هذا المعمل مستوفي كافة الشروط، لبل يعني مؤخراً كل الفلاتر مؤهلة وكلفت حوالي 300 ألف دولار، والمعمل مجهز بكامل طاقاته ما في أي شائبة، ولكن مرات عم بيصير في خلل تقني خصوصاً بالليل.
من هيك مدير المعمل بالتنسيق مع البلدية عمموا رقم مدير المعمل حتى ولو ليلا، إذا الناس خصوصا يلي ومنهم الموظفين كمان بيشتغلوا بالليل في من نهر إبراهيم وبيوتهم حد المعمل، إذا في أي ريحة معينة بدقوا للمدير على خطه الخاص وبالليل بيروحوا بيشوفوا شو الخلل التقني. يعني مرات من وقت إلى آخر هالريحة اللي عم بيشموها بتكون ناتجة عن خلل تقني ما عم يتعالج بسرعة، يعني عم يتعالج بمجرد ما يتبلغ المدير يلي معمم كل أرقام تليفوناته. وأنا نوعدت اليوم من البلدية نرجع يعمموا التليفون على كل المعنيين يلي قريبين من هذا المعمل. شغلة تانية كمان بالنسبة للكابل الكهرباء بجون كرب اليسوعية يلي تعطل من عدة أشهر ما حدا صلحه، أحد الشباب بالشرطة اليوم معرفت أنه عمله. نحن اليوم بلغنا بيوس المهندس المسؤول رح يتواصل مع الست يلي حكيتنا مبارح وبعتقد بيتعالج الوضع على الأكيد. باخد اتصال. ألو؟ ألو؟ تفضلي مدام. ألو؟ أهلا تفضلي. بونجور. بونجور. بدي أسألك مدام ربيكا. نعم. بدي أسألك إنه حكيته على الصندوق وحكيته على الأغراض بس ما عرفنا شو بدنا نجيب وراء ولا عرفنا وين بدنا نقدم. مدام أنا حكيت قلت شو هي شو المطلوب وبتقدموا بكل المحافظات، يعني في 24 لجنة متواجدين بكل المحافظات بلبنان. هلأ مش قدامي صراحة الشروط اللي بدكم تقدموا، بلكي بحلقة بكرة بعطيكم بيا محافظات وبعطيكم شو الشروط. أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. ألو؟ ألو؟ بهالوقت يعني ألو؟ ايه تفضل. بدي احكي عن عندي مشكلة بالضمان. ايه شو هي المشكلة؟ نحن ضمان اختياري ستنا. نعم. عم يجي مصاري عم يعطوها لجماعتهم. قلنا سنتين ثلاثة مش قابضين ولا فرانك نحن، وكل واحد عمل محسوبيات على ظهر الدولة ما بعرف على ظهر بعضهم ما نعرف شو عم وين بأي مناطق؟ ما بدي أقول أي مركز ما بدي. طيب. لأقول لك شغلة، بال2017 كان في تأخير تقريبا 7 أشهر أكثر لـ8 كمان، نحن حاولنا بالبرنامج كتير سنة الماضي إنه أقله بلش يدفع 2017 اندفعت 2017، هلأ 2018 مثل 2017 عم تكون الأولوية للأمراض المزمنة الأمراض المستعصية عم بتكون هي أولويتها، ولما عم تتأمن المصاري عم بيدفعوها، يعني عندهم تأخير تيوصلن سلفات حتى يقدروا يدفعوا فواتير الضمان الاختياري، لأنه يلي عم تدفعوه كل 3 أشهر ما عم بكفي حتى للفواتير، لأنه أغلبية المتعاقدين يعني كضمان اختياري هن من فئات العمر الثالث والثاني مش من عمر الشباب، فئات الشباب يلي دائما الاتكال عليها، وكلنا بنعرف انه من فتره واقف، يعني هلا اللي مشوا مع الضمان غير مستمرين بس واقفه ما عم يستقبل طلبات اطلاقا لا شباب ولا غيرهم. من هيك دائما التاخير عم بيكون بانتظار السلفات عفوا. هلا انا رح ارجع تابع الموضوع لشوف. هلا اذا انت عندك مطرح انت اكيد انه بيدفعوا لناس ضد ناس ما تقلي على الهوا، بس بتقدر تحكي مع دوريس هلا ما تسكر الخط، بتقدر تحكيك على القليل تقول له وين تنقدر نحن نتبعها. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو. الو. اهلا. مرحبا مدام ربيكا. تفضل. اهلا. معك رياض غريب. اهلا استاذ رياض. مدام ربيكا انا عندي مسألة مع الملية. نعم. عندي خيي شهيد. نعم. وعندي بيي عسكري متقاعد. نعم. الاهل بتما بتعرفي الاهل كانوا يقبضوا معوش الشهيد لانه اعزاب. نعم. وعندي الوالد توفت بال2013 والوالد توفى بال2017. نعم. الشهر الماضي بيدقوا لي من المالية بيقولوا لي في طالع عليك المبلغ 13-14 مليون لأنه بيك كان يقبض عن أمك بدون وجه حق. يه. نعم. قلت لهم ليش بدون وجه حق؟ قال أمك كانت موظفة. قلت لهم لا. قال لك إذا فيك تجي لعنا، نزلت لعندن على المنطقة وقالوا لي بدك تروح على بيروت على ميليت بيروت. نعم. رحت على ميليت بيروت وسألت
قولي لي من حين ما كانت أمك تقبض من معاش عن خياك بيك ما لازم كان يقبض عنا 60,000. قلت لهم ايه بس انا شو ذنبي شو لي علاقه بهذا الموضوع؟ صحيح ما هني وقت قبضوا هالمعاش عن ابن الشهيد اني قدموا وراق رسميه للدوله. صحيح مفروض الدوله هي تنظم ماليتها. صح صحيح صحيح. وهني اثنيناتهم بنفس السلك، مش واحد بالجيش وواحد بوزاره التنميه الاجتماعيه، اثنيناتهم بنفس السلك. طيب شو فينا نعمل بهذا الموضوع؟ فينا نقدم طلب استرحام او لا؟ بدك تقدم هدول على الورثه ولازم تدفعوهم، لانه الطلب جاي باسم ورثه عبود حنا غريب. ايوه بقى انا حبيت اطرح هذا الموضوع قدامك، ربما يكون في له حل، لانه جربت كل الابواب وحكيت مع كثير ناس ما توصلت لنتيجه الحقيقه. واعطينك مهله للدفع يعني عم يتراكم على الشيء عليك مثل اذا تاخرت ولا شيء غرامات ولا شيء؟ هلا هني بيقولوا هني حسب ما قالوا لي شفهي، قالوا لي من حين اصدار هذا الموضوع بيترتب على غرامات، بس قلت لهم انا ماني مبلغ. انت مانك مبلغتيني، انت اذا صدر القرار عندك من 6 شهور وانت مبلغتيني هلا مش ذنبي انا. نعم. هلا هني في عندهم جدول جديد بدهم يبعثوه من بيروت على المنطقه عندي لاستلموا، قالوا لي خلال 2 شهر وبس استلموا بصير لازم انا ادفع هذا المبلغ. هلا انا رح اسالك انه بهيدي الحاله شو مفروض يصير؟ بس يعني مفروض انه هيدي غلطه ماليه، يعني ما ليش بدهم يحملوك اياها وخصوصا ابن شهيد، يعني كما يعني خيك شهيد، يعني ليه بدهم يحملوك لإلك خطا صادر عنهم ومتراكم سنين؟ يعني انت رجعت شي محامي او رجعت شي؟ هلا اجمالا انا بعرف دائما اهل الشهداء او دائما يلي بيكونوا منتمين للمؤسسات العسكريه ما بيحبوا يرفعوا دعاوى، لانه بيعتبروا حالهم دميتهم للوطن، يعني ما بيفوتوا بتفاصيل ماليه صغيره بالنسبه لكم. انا بعرف شعوركم من هالناحيه، وانا بتاسف ما تكون دوري عم بتراعي هذا الشعور يلي بيشعروه اهل الشهيد او اهل العسكريين متقاعدين، لان بيعتبروا حالهم هن عم يخدموا الوطن بدمائهم. من هيك انا ما بعرف اذا في محامي قدرت تبع لك اياها معهم، حتى بلكي بيلتقي لها مخرج بتتصحح. ما بدي اسال يعني صراحه، بنسال نشوف اذا في لها مخرج قانوني. اهلا وسهلا فيك. انا صراحه سالت نعم. محامي نعم، وقالوا لي انه هذا عند الدوله يسمى دان ممتاز. ما بيموت بيلحقوا الورثه فيه. بس انا شو ذنبي؟ انا الوريث شو ذنبي؟ ما وقت كان بيي على قيد الحياة ما خصمتوا انتوا هالمصاري من معاشه؟ وبعدين بعدين مش سنة وسنتين يعني متراكمة، يعني كان المفروض اذا ما بينت اول سنة او الثانية لو يعني تبين بين الخطأ قبل، مش من بعد ما تصير. مدام ريبيكا من 1995 ل 2013 ايش ايه يعني وقت كان هلا هالزلمة عم يقبض معاشه ومعاش ابنه، لو شفتوا هالغلط انتم وطلبتوا منه يقسطهم من معاشه كان انتهى الموضوع. او كانت صح، بس بعد ما الناس صارت تحت التراب جاي عم تطالبني انا كوريث. مزبوط معك حق. انا بتشكرك. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك وشكرا للام تي في. انا حبيت اطرح هذا الموضوع، ربما انه يوصل صوتنا ويتلقى حل هذا الموضوع اذا ممكن. ان شاء الله بيوصل صوتك، وان شاء الله اذا حدا عم يسمعنا كمان من القياده بيقدر يجاوبنا بكون كثير منيح. شكرا، اهلا وسهلا فيك. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في. بالنسبه للمواطن يلي اتصل فينا بالامس من فلوغه عم يشكي من وجود مولد كهرباء بارضه الخاصه، نحن تواصلنا مع بلديه فلوغه اليوم وعرفنا انه هيدي الارض هي ورثه للكل، يعني والدته يعني بوصيتها هي ورثة لمجموعة معينة، وهذا المطر لابن شقيقه أو شقيقته، وهو كان تواصل مع البيئة ومع عدة يعني شكوى أنه بموضوع هذا المولد الكهرباء، ولكن انوضع بوقتها من قبل المعنيين بهالوصية للمنفعة العامة. وعلى كل حال رئيس البلدية تبلغ الموضوع وراح يشوف شو ممكن ينعمل. كمان بلدية الحزمية بعد ما تلقينا اتصال بموضوع المطويات بالليل واللي عم بيصير،
كلف رئيس البلدية جون الأسمر الحراس الأمن الحراسي وبدوريات، وتوقف أكثر من 35 موبيلات لهلا، مستمرة الحملة، وهيدا نحن مشكورين حفاظا على راحتهم. أما يلي سألونا عن دار الصياد، زحمة السيارات خصوصا التاكسي بأوقات الذروة، فهيدي منا من صلاحيات بلدية الحزمية، إنما مفروض علينا نحكي مفرزة سير بعبدة. تواصل. بتواصل رح بلش من الدكوانة قبل مستديرة الصالومة. وصل لي صورة رح فرجيها على الشاشة، هي ريجار مغطى بحديد معين، وهالحديد عم بيأثر كمان على كل السيارات اللي عم تقطع. يعني عم نشوفها ريجار مغطى بحديدة، يعني القاطع والرايح والجاي عم ينزل فيها، يعني يا بده يحاول يهرب منها بيعمل أكسيدان، يا ما بعرف مين مسؤول عنها. حبيت اني وصلها ونحن رح نشوف اذا وزارة الاشغال ام البلدية. كمان بتواصل عامر القادري بيقول لي انا موظف بعد ما قبضت منحة التعليم، قدمت اكثر من 3 اشهر، حابب اعرف شو صار فيها وليش التأخير بدفع الاموال وشكرا. التعاونية بعد يعني المنح المدرسية عن السنة الماضية بعد ما قبضوها، وامبارح كنت عم بحكي بالموضوع، لانه مش بس المنح، في كتير امور، في صرف تعويض وفي كتير قضايا ما تعودت تتأخر فيها التعاونية، ولكن هالمرة تأخير مش منها، من وزارة المال. كلنا تبعنا وزير المال لما قال إنه في صعوبة بموضوع تأمين الليرة، ما في سيولة، كلنا سمعناه وما حدا علق، وهذا شيء كتير خطير بالبلد. وعدت أحكي مع المدير عام تعاوني لنعرف طب شو بيعملوا، يعني خلصت أول سنة بلش السنة الجديدة وبعد هالمنحة ما اندفعت، وفي أولاد بدها تفوت على المدرسة، إدارات المدارس مش كلها بترضى وبتنطر للتعاونية تقبض أو شيء. رح نتابعها لنشوف لا تأخير من المالية، إلا إذا كان تأخير هو كمان ناتج على اللي قاله معالي وزير المالية. جورج بازرجي بيسألنا متنا وعشنا حتى شلنا براميل النفايات من الشارع مقابل شركة الكهرباء، شارع الشفقة وشارع سكني بامتياز. اليوم تفاجأوا بقرار من بلدية بيروت تنزيل البراميل، لأنه هالبلد قصة النفايات كتير إلى حل. شو الحل لنرجع نشيل البراميل؟ عم نشوف هالبراميل، مع العلم أنه بأول الشارع في حاويات وبآخر الشارع المؤدي للإم تي سي كمان في حاويات. مادام في حاويات عم أول وآخر، ليه عم تنحط هونيك؟ يعني كمان عم يسألوا هيدا السؤال. بسام منذر بيقول هيدا الحي ساكن فيه هو من 18 سنة، دقوا البواب وما حدا رد عليهم، بيتمنوا منا نعطي اهتمام شوي لهالحي يلي ما في بنى تحتية ولا في بلدية تابعين للمحافظ بزحلة، المنطقة اسمها حوش الغنم. فعم يسألونا رجاء الاهتمام، الصيف غبرة وتراب والشتة وحلو مي. وشكرا، نحن بدنا نشوف حوش الغنم شو وضعه قبل الشتاء. نحن عم نشوف هيدي الطريق بحوش الغنم بزحلة يلي تابعة للمحافظ، وحتى نعرف إذا رح تتزفت قبل الشتاء. كمان الياس برداويل بيقول قصة اليوم هو الانتظار المميت على أبواب المعاينة الميكانيكية اللي ما حدا عم بيدوي عليها. بس نحكي عن الانتظار بالمطار تحت هواء المكيفات، فاليوم قررت الذهاب إلى المعاينة بالزهراني، كان أمامه صف طوله حوالي 2 كيلومتر من السيارات، وقف سيارته الساعة 8 للساعة 2:30 بعد الظهر، بهدلة أكثر من هيك، والمواطن ما قادر يحكي شيء، قاعد تحت أشعة الشمس. ثم الانتظار والدعاء لله حتى ينجح بالامتحان السيارة، حوالي 6 ساعات كانت قاتلة. رجاء أخذ العلم والتكلم مع وزارة الداخلية وإلغاء الكسور من الذين متخلفين سنوات من رصاد دفع، وشكرا لكم. أكيد يعني المواطن اللبناني لما عم يترك شغله ونهار وكرمال يروح على المعاينة الميكانيكية، منه قادر كمان يقعد 6-7 ساعات بالشمس حتى يقوم بواجب لازم يعمله. يعني قديه ممكن يكون في تسهيلات للناس، بيكون كتير منيح. كلنا بنعرف وضع المعاينة الميكانيكية، هلأ هو تجديد دايما للشركة، انوعدنا بمراكز جديدة ما حدا عم يحكي عنها. هذا الموضوع له أكثر من سنة عم بيزيد يعني سوءا إذا بدي أقول، ولهلأ بعد ما في أي نقطة ضوء
انها تساعد هالمواطنين. باخذ اتصال. الو تفضل. الله يخليك، فيني شايف بالبرنامج؟ ايه طبعا. الله يخليك، مرحبا. مرحبا. بدي احكي بخصوص الضمان الاختياري. ايه الله يخليك، بدي احكي انا عملت على 3 اشهر 270,000. مزبوط. صار لي 5 سنين، صار لي 4 سنين يعني داخل بالضمان، قابض فاتوره واحده، وكل 8 اشهر يقبضونا فاتوره واحده، كل 8 اشهر. ايه طب معقوله؟ ما هذا اللي عم بقوله، هن بينطروا تيجي سلفات حتى يدفعوا الفواتير، وعم يعطوا الاولويه لفواتير الامراض المزمنه. طب ما نحن عم نتعامل كل 3 اشهر. هذا اللي عم نقوله، هذا اللي عم نقوله، واذا حدا تاخر شهر يلغى، يعني يلغى بدون انذار. في بعرف ناس يعني تاخروا شهرين طلعوا من الضمان. ايه يلغى وبدون انذار، يعني ما بينذروا بيقولوا له انت ما دفعت، معك مثلا مهله معينه، لا دغري يلغى، بيروح بده يعمل معامله بيقولوا انت ملغى. طب ليش؟ طيب مش حرام عليهم؟ 100% 100%. يعني الله يخليك، يعني انت الحل عنا، يعني انت اللي لازم تنظم هالموضوع. انا حكيت عنه كثير وتابعت كثير فواتير 2017. ايه انت باي باي منطقه؟ يعني بصيدا. بصيدا اوكي، اهلا وسهلا فيك. صورة اليوم نشوفها سوا. هيدي الصورة منا بلبنان، بيقول لي ألفريد بريدي، أنا كنت ببلغراد وشفت هالبيوت الصغيرة، سألت بعض الأشخاص عنها، قالوا لي هيدي للكلاب الشاردة بالشتى القارس، فيوجد جهاز مخصص تابع للبلدية ببلغراد، هل بتتابع هالكلاب وبتطعميها وبتشربها المي النظيف بموسم التكاثر، بتوضع لها دواء بالأكل حتى ما تتكاثر وبتحافظ على عددها، وبيعلق آخر شيء بلاد متحضرة. يعني هيدي فكرة للبلديات خصوصا يلي عندهم كتير كلاب شاردة، حتى نخفف عن جمعية الرفق بالحيوانات اللي ما عم تقدر يمكن بقى تستوعب. هيدي فكرة من الأفكار الجيدة. طبعا مشاهدينا بدي أعطيكم موعد بكرة دايما عبر الام تي في الحل عنا. بتمنى لكم بعد الظهر يكون مريح للجميع. نلتقى بكرة، إلى اللقاء.